أحيا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز الأخبار في قناة أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الناتو يدين الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، وبوتين يجتمع بالقادة المسؤولين عن العملية العسكرية. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي خيسار نامجيل وانغشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي خيسار نامجيل وانغشوك. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور لوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان. أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن تكثيف انتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين. وقالت المديرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة، وألقي القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق. وأكدت المديرية أن التحقيقات في حادثة قتل مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح مستمرة ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه للعدالة لينال عقابه الرادع. أما في تونس فبدأ التصويت اليوم في انتخابات برلمانية تستند إلى دستور جديد وضعه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إجراءات استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان. اتخذت جملة من القرارات. بعد أكثر من عام من إقرار الرئيس التونسي قيس سعيد خارطة طريق بموجب إجراءات استثنائية اتخذها للقطع مع منظومة سياسية بأكملها أبرزها تعليق عمل البرلمان، بدأ التونسيون اليوم التصويت في انتخابات لاختيار برلمان جديد. أكثر من 9 ملايين ناخب مدعوون للمشاركة في هذا الاقتراع لانتخاب 161 نائبا جديدا، ومن المتوقع أن يكون المجلس منقوصاً بسبب غياب مرشحين في 7 دوائر في الخارج، وهو ما سيدفع هيئة الانتخابات إلى إجراء انتخابات جزئية لاحقاً لاستكمال عدد النواب حسب تأكيدها. والانتخابات البرلمانية هذه هي الخطوة التالية من خارطة طريق وضعها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو 2021، تضمنت استشارة وطنية إلكترونية لضبط الإصلاحات السياسية واستفتاء على دستور جديد. وأبرز التعديلات التي تضمنها القانون الأساسي للانتخابات التشريعية التونسية الاقتراع على الأفراد بدل القوائم الحزبية وإمكانية سحب الثقة من النائب في عدد من الحالات من بينها عدم الوفاء ببرنامجه الانتخابي، إضافة إلى إقصاء مزدوجي الجنسية من الترشح في دائرة الانتخابية داخل التراب التونسي. كما ألغى التعديل التمويل العمومي للحملات الانتخابية فضلا على زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليص عدد النواب. وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية ووسط جدل حول تعديلات القانون الانتخابي التي فتحت المجال لمترشحين أفراد بدل قوائم حزبية أو مستقلة وقلصت بشكل غير مباشر تمثيلية المرأة في البرلمان، يقول الرئيس التونسي وداعموه إن هذه الخطوة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس فيما يراها معارضون تقويضا لمسار سياسي متعدد. في ملف آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. وفي تقرير لمجلس الأمن قدم عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات. وعز النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. نقف الآن معكم عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي.
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا على مناطق عدة في البلاد خلال الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية، فيما قال قائد الجيش الأوكراني إن الدفاعات أسقطت 60 صاروخا من 76 صاروخا أطلقتها روسيا، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مناطق. وأسفرت غارة على مبنى سكني عن مقتل شخصين في كريفيري مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وشنت روسيا الهجمات بعد يوم من تحذير قائد كبير للجيش الأوكراني من أنه لا يشك في أن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على كييف في أقرب وقت خلال أشهر أو شهر يناير. هذا وأدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد وابل كثيف من الضربات على كييف يوم أمس. وقال ستولتنبرغ في خلال مقابلة صحفية في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية إن محاولات حرمان الشعب الأوكراني من الماء والكهرباء والتدفئة في هجوم متعمد على المدنيين، مؤكدا أن روسيا تعمدت قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لعدة أشهر مع حلول فصل الشتاء. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية لم تغير شيئا بشأن استعداد الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم. وقال زيلينسكي في إفادته اليومية إنه ما يزال لدى روسيا صواريخ كافية لشن مزيد من الهجمات الضخمة، مثمنا الدور الفعال للدفاع الجوي الأوكراني الذي أسقط معظم الصواريخ الذكية والتقليدية التي أطلقت في الهجمات الأخيرة. على الجانب الآخر، أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال الكرملين في بيان أن الرئيس أمضى الجمعة يوما كاملا في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث اجتمع بالقادة العسكريين بمشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف. وأضاف الكرملين أن الاجتماع ناقش مقترحات بشأن التحركات الروسية على الأمدين القصير والمتوسط، وتضمنت اجتماعات منفصلة مع قادة مختلف فروع الجيش الروسي المشاركة في العملية. إلى ذلك، أكد دبلوماسي روسي كبير في مؤتمر صحفي في جنيف أن بلاده لن تستخدم أسلحة بيولوجية، ونفى كونستانتين فرونسوف نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إمكان أن تستخدم روسيا هذه الأسلحة، وقال لعدد من الصحفيين أنه لا صحة لذلك على الإطلاق. وأضاف أن روسيا متقيدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة. السادسة مستمرة معكم وفيها بعد قليل. البيت الأبيض يحث زعيم كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات النووية. غامضة تحيط بهذا الفراغ المطلق، رسائل ضوئية مبهمة، حركة كونية تسيطر على الأجواء بقوة هائلة. عالم رائع من الكواكب والنجوم والمجرات، أسرار وحوارات لها لغة خاصة. معكم نقترب منها بجرأة لنكتشف المزيد. تلسكوب الليلة في الأوقات التالية على قناتي أبوظبي والإمارات. مهرجان الشيخ زايد الترفيهي الثقافي العالمي، أنتم على موعد مع أكبر العروض والفعاليات العالمية. اكتشفوا أجنحة حضارة الإمارات والقرية التراثية، واستمتعوا بالعروض الفلكلورية والمسيرات الأسبوعية من مختلف دول العالم، ولا تنسوا الاستمتاع بمدينة الألعاب الترفيهية وبيت الرعب والكثير من الفعاليات.
وبانتظاركم لتكتشفوا حديقة الأضواء والزهور والأسواق العالمية والأحياء من مختلف حضارات العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية. سحوبات وجوائز كبرى بانتظاركم. ترقبوا أيضا نافورة الإمارات وعروض الليزر، بالإضافة لعروض الألعاب النارية الأسبوعية الكبرى. نستقبلكم من 18 نوفمبر إلى 18 مارس الوثبة أبوظبي. أهلا بكم من جديد، وقبل استكمال النشرة لتذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده. ناتو يدين الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، وبوتين يجتمع بالقادة المسؤولين عن العملية العسكرية. أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد عنصرين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK شمالي العراق، وذلك بعد رصدهما في منطقة عملية المخلب القفل الشمالي العراق بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وقالت تركيا إن هذه العملية تأتي ردا على أنشطة PKK التي تصفها بأنها منظمة إرهابية. ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40,000 شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي. خلافات سياسية عراقية بدأت بالظهور إلى العلن بين القوى المكونة لتحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة، ما يشي بقرب انفراط عقد هذا التحالف ودخول البلاد مرحلة جديدة من الصراعات قد تؤدي إلى فشل حكومة محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الحكومي. لم يمر على عمر حكومة محمد شياع السوداني سوى شهرين حتى بدأت الخلافات بين القوى السياسية المشكلة لتحالف إدارة الدولة الذي انبثقت عنه الحكومة تطفو على السطح. الاتهامات تتنوع بين التنصل عن تنفيذ الاتفاقات السياسية وتفضيل بعض الأحزاب أثناء تسمية رؤساء الهيئات المستقلة. هذه الخلافات ربما تؤدي إلى انفراط عقد التحالف وفشل الحكومة في تنفيذ برنامجها المتفق عليه. هذه الخلافات جاءت نتيجة الصراعات المحتدمة حتى ما بين الكتلة الواحدة، وبالتالي يمكن ستلقي بظلالها على حكومة السيد محمد الشاع السوداني، خصوصا بعد المناصب التي ستكون توزع على الهيئات المستقلة، وكذلك هنالك من يقول أن هنالك ستكون مطبات كبيرة أمام الحكومة. ضغوطات عديدة تمارس على رئيس مجلس الوزراء سواء على المستوى الداخلي المتمثلة بالأحزاب السياسية المستحوذة على الحصة الأكبر في التشكيلة الوزارية، والتي تحاول فرض سيطرتها ورؤيتها في القرارات الحكومية المتخذة، إضافة إلى الضغوطات الخارجية التي بدأت تقيد السوداني عن تنفيذ برنامجه كما كان يخطط له. طالما لا توجد نية حقيقية وهوية وطنية، إذن الخلافات ستظهر آجلاً أم عاجلاً، وهذا ما حصل في تحالف إدارة الدولة وحتى في بقية التحالفات. اليوم احنا نشهد انقسامات خطيرة في المكون في البيت الكردي والبيت السني وحتى في البيت الشيعي الذي خرجت من رحمه الحكومة، بالتالي افتقادنا إلى حسن النوايا وربما إلى الوطنية، الهوية الوطنية هي من أحدث هذه الخلافات. بالتزامن مع ذلك، قدم مجموعة من المحامين دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا والتي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، طعنا بالدستورية تنصيب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اتهمت لجنة النزاهة النيابية في دعوى قضائية أخرى رفعت إلى ذات المحكمة رئيس الوزراء بإهدار المال العام. خلافات سياسية ربما تؤدي إلى فشل عمل حكومة محمد شياع السوداني، خصوصا وأن بعض الأطراف السياسية بدأت تشعر بغياب مبدأ الثقة في وقت لم يلمس المواطن العراقي لغاية الآن أي تغيير واقعي سواء على مستوى الخدمات أو الأوضاع. لقنوات أبو ظبي موفق مجيد، بغداد. تشكل الانتخابات الرئاسية التركية في منتصف العام المقبل تحديا كبيرا للحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعلن أنها آخر انتخابات سيخوضها في مسيرته السياسية.
في المقابل يسعى تحالف المعارضة للفوز بالانتخابات مستغلا التضخم الاقتصادي وتراجع شعبية الحزب الحاكم. هي آخر مرة يترشح فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية، هذا ما أكده أمام مناصريه في ولاية سامسون، معلنا أنه سيفسح المجال لجيل شاب. انتخابات لن تكون كسابقاتها بالنسبة لرجل تركيا القوي، فهي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية وتراجع شعبية الحزب الحاكم، متزامنة مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. هناك عدة تحديات أمام أردوغان للفوز في الانتخابات الرئاسية وللحزب الحاكم الفوز في الانتخابات التشريعية. أهم هذه التحديات الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاد التركي والمواطن التركي، بالإضافة طبعا إلى تراكم بعض المشاكل الإدارية والحزبية والتحزب وربما الفساد في بعض الدوائر. على الطرف الآخر، ما زال تحالف المعارضة السداسي منقسما على نفسه لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية، ولعل أبرز الأسماء المطروحة كمال كلجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة، لكن تحفظات من حزب الجيد بزعامة ميرال أكشنار تعلق الترشح. وهناك أيضا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، كما يدور الحديث عن ترشيح الرئيس السابق عبد الله جول عن تحالف يضم شخصيات كانوا رفاق الأمس لأردوغان وباتوا اليوم خصوما له. لا يكفي أن تراهن أحزاب المعارضة على مشاكل الحزب الحاكم، أظن أنه إذا لم تقدم أيضا هي خيارات جديدة بديلة مقنعة في الشق الاقتصادي والسياسي على مستوى ملفات الداخل والخارج، ستواجه صعوبة في الفوز في الانتخابات المقبلة. يحكم حزب العدالة والتنمية تركيا منذ 20 عاما، وخلال عهده تم تعديل الدستور باستفتاء شعبي عام 2017 ليتحول نظام الحكم من البرلماني إلى الجمهوري. عقدان من الزمن تغير فيهما وجه تركيا كثيرا، حيث شهدت قفزات اقتصادية ودخلت ضمن الاقتصادات 20 الكبرى، معتمدة سياسة صفر مشاكل في الداخل والخارج والتفرغ للتنمية. بعد عقدين تواجه تركيا بحكم موقعها الجغرافي العديد من المشاكل في كل الاتجاهات، وسط تحديات اقتصادية كبيرة وتضخم غير مسبوق منذ ربع قرن، ما يشير إلى أن انتخابات 2023 لن تكون كسابقاتها بالنسبة للحزب الحاكم، والجمهورية تتم عامها 100. مهند منصور لمركز أخبار قنوات أبوظبي اسطنبول. في ملف آخر، وبعد إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح محركا يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للصواريخ، حث البيت الأبيض بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار. وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يواصل المضي قدما في تطوير القدرات العسكرية، ولهذا السبب ستستمر واشنطن في العمل مع اليابان وكوريا الجنوبية للمحافظة على وجود قواتها في شبه الجزيرة وفي المنطقة. وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية للحوار من دون شروط مسبقة بهدف إيجاد مسار دبلوماسي للمضي قدما نحو إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية. في موضوع آخر، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية أن بلادها ستلغي القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني المغرب، وذلك في علامة على تحسن العلاقات بين الدولتين بعد توتر دام أكثر من عام بين باريس والرباط. وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا بعد محادثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة في الرباط إن بلادها اتخذت تدابير مع المغرب لإعادة العلاقات القنصلية. وكانت فرنسا أعلنت العام الماضي أنها ستقلل عدد تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس بسبب رفض الدول الثلاث استعادة مواطنيها الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني. أفادت توقعات جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من 1 مليون شخص خلال العام المقبل. ووفقا للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في بداية أبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفا.
وقال المعهد إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت. السادسة مستمرة معكم وتتابعون في ملفنا الاقتصادي. اقتصاد دبي يجذر نفسه من خلال تنويع مصادر الدخل. الله يرحم من عمر وبنى وثبت هذه الراية دائما مرفوعة. العنصر البشري بالنسبة له هو العنصر الأساسي في حياة شخص. لو كان أبوك مزايد اليوم موجود بيكون جدا فخور. أهلا بكم من جديد. ما زال اقتصاد دبي يجذر نفسه من خلال تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية. تقرير التالي يتوقف عند القفزات الاقتصادية التي حققتها الإمارة مؤخرا. عندما تتضافر الجهود وتتحد الكفاءات لانتهاز الفرص وتعزيز استدامة ورقي الاقتصاد، تصبح عجلة التطور أكثر سرعة وبريقاً وإنجازاً. وهذا هو حال اقتصاد مدينة المستقبل دبي التي تسير بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها الريادية بين مصاف الدول المتقدمة، حيث يقوم اقتصاد الإمارة على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية. ففي هذا العام حقق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 4.6% خلال 9 أشهر الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 307,500,000 درهم وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء بهيئة دبي الرقمية. وبحسب أحدث تقارير دبي للإحصاء، استحوذ نشاط تجارة التجزئة والجملة على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 24.1%، مما يعكس الأداء المتميز لنشاط النقل والتخزين الذي أسهم بدوره بنسبة 56% من مجمل النمو المتحقق. بدوره حقق نشاط التجارة قيمة مضافة قدرها 74 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام، لينمو بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2021، حيث ساهم بنسبة 24.1% من مجمل الاقتصاد وبنسبة 9% من مجمل النمو المتحقق. كما حقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في 9 أشهر الأولى من هذا العام بنسبة بلغت 26.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداءه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها في 9 أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 151% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وبلغ حجم الزوار الدوليين إلى إمارة دبي خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام نحو 10 ملايين زائر بمعدل نمو بلغ 163% وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي. كما نما نشاط العقارات بنسبة 2.5% مساهماً بنسبة 9.1% في مجمل الاقتصاد وبنسبة 5% في مجمل النمو المتحقق وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.
لتؤكد جميع المؤشرات والأرقام إلى تضافر جميع الجهود من مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً في مواكبة المتغيرات بكفاءة عالية وقدرة أكبر على رصد الفرص المتاحة لتحقيق أعلى استفادة ممكنة على المدى القريب والبعيد. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام السادسة، شكراً لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.